يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها نور على يهدي الله لنور من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر صدق الله العظيم. ما هو المد الطبيعي وكم حركة يمد؟ المد الطبيعي حركة دير جوج حركات ما هو المد الطبيعي وكم حركة يمد؟ عرف لي بعدا شنو هو المد الطبيعي. الماء الطبيعي هو اللي كاين في جميع الحواز من الحروف كتزيد عليهم كتزيد حركتان. مزيان، شكرا شكرا لك. ندوز المتسابق التالي. اخ يحيى، السلام عليكم، مرحبا بك معنا. عرفي بالاسم ديالك والسن والمدينه وبداي على بركه الله. واخا معكم صادق علوي. رمضان مبارك سعيد، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الله يبارك. انا تلميذه بالسنه الاولى بكالوريا علوم اقتصاديه بمدينه زاكوره وعندي 17 سنه. مرحبا بك اختي، مرحبا، تفضلي على بركه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا يستوي أصحاب النار
صدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر. حسبك. سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا لك أختي. ما كم عدد المدود وما هي؟ مد البدل، المد المتصل، ومد المنفصل، المد الفرعي، كم عددها؟ كم عددها؟ مد العريض، المد للسكون. ما سمعتكش؟ المد العريض للسكون. وشحال العدد ديالها؟ باش نشوف. باش دابا انا هذه اللي عارفه على حسب زعما المستوى ديالي، ولكن اظن انها 9 مدود. برافو عليك، احسنتي، احسن جدا، الله يعاونك وشكرا لك. مرحبا بك معنا في المسابقه. مرحبا بك. شكرا لك. شكرا. الله يبارك. ندوز المتسابق التالي خويا يحيى. السلام عليكم ورحمه الله. ورحمه الله. سلام. كملتي المسابقه ديالك؟ كملت الأمسية. الله يجازيك. مرحبا، مرحبا بك معنا، تفضل على بركه الله. عرف بالاسم والسن ديالك والمدينه وبدا تلاوه القران على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر العظيم، ونشكركم على المجهودات اللي كتبتوها في اطار احياء مثل هذه المسابقات. اما بعد، معكم المتسابق سهيل اليمني من مدينه بني ملال، سن 18 سنه، تلميذ في سلك الاقسام التحضيريه السنه الاولى بثانويه التمييز بن قرير. مرحبا بك خويا، بدا على بركه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. باركت يا أخي. سؤال موجه لك، ما هو تعريف الإخفاء بالنسبة للميم الساكنة وبماذا يسمى؟ من فضلك تقدري تعاودي السؤال؟ الله يجزك بخير. ما هو تعريف الإخفاء بالنسبة للميم الساكنة وبماذا يسمى؟ بالنسبة للميم الساكنة، ما هو تعريف الإخفاء بالنسبة للميم الساكنة وبماذا يسمى؟ هو يسمى على ما أظن بالإخفاء الشفوي، على ما أظن، وهو إخفاء الميم الساكنة مع بقاء الغنة إذا وقعت قبل حرف واحد وهو الباء، ويسمى بالإخفاء الشفوي على ما أظن. تسمعش الصوت؟ نعود الجواب ديالك، نعود الجواب ولا تسمع الجواب؟ شكرا لك خويا ومرحبا بك معنا في المسابقة بوريكس. الجواب هو كالتالي، يسمى إخفاء الميم الساكنة بالإخفاء الشفوي. واش مسموع؟ أنا كنسمعكم مزيان. إخفاء الميم الساكنة. محمد كبير، معاكم محمد كبيري من مدينة زابورة، 12 سنة، سادس ابتدائي. تفضل، مرحبا بك معنا، عرف بالاسم ديالك والسن والمدينة وبدأ تلاوة القرآن على بركة الله. مرحبا بك. معاكم محمد كبيري من مدينة زابورة، سن 12، سادس ابتدائي. مرحبا بك معنا، تفضل على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صفر، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك نقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا
خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحها فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك صدق مولانا العظيم. صدق الله العظيم. أخ مخارج الرئيسية. أنا غنعاونك. كاين الخيشوم. الغنة. المنخر. أيه. برافو. الحنجرة. برافو. هي الخنفة. المنخل. خيشوم وادك. اها. والفم. برافو عليك. شكرا ليك ومرحبا بك معنا في المسابقة. شكرا ليك. قال لنا خليوا الناس تقرا لان تلاوه القران. خويا حنا في مسابقه والقانون ديال المسابقه فيها 3 دقائق وحنا دايرين الكرونو كنحسبوا لكل واحد باش ما نظلمو حتى شي واحد. وعليكم السلام ورحمه الله اختي، مرحبا بك معنا. عرفينا بالاسم ديالك والسن والمدينه وبديتي تلاوه القران على بركه الله. مرحبا بك. مرحبا بك معنا اختي، كتسمعيني مزيان؟ الاخت لبنى كتسمعينا؟ اخت لبنى عندها مشكل ديال الريزو. هي اللي كانت معنا قبيله وكان المشكل ديال الريزو. نصبروا على واحد شويه. كتسمعينا فاطمه الزهراء؟ لا هذه فاطمه الزهراء. يلا تفضلي فاطمه الزهراء، تفضلي على بركه الله. عارفه قانون المسابقه. مرحبا بك. وي السلام عليكم، معكم فاطمه الزهراء خوابيب. السن ديالي 15 سنه. اقطن في مدينه مشي الدار البيضاء. ادرس في الجده المشترك علمي بثانويه المكي الناصري. صافي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بوريكتي يا أختي، نعطيك سؤال، ما هي النا وما هي حروفها؟ ما هي الغنة وما هي حروفها؟ حروف الغنة هي الميم والنون. والغنة اوكي فاطمة كتسمعيني خشيكوتا؟ كنسمعك كتسمعيني دابا؟ كتسمعيني؟ فاطمة الزهراء كتسمعيني؟ كنسمعك. قلت لك الغنة هي تشديد على الحرف والحروف ديال الميم والنون. شكرا، برافو عليك. عافاك دوز لنا الاخ ديالك، تا هو معنا في المسابقة. بارك الله فيك. أنا يا إخواني أنا صح عاود زيد أولي زيد تفضل يا أولي أنا يا إخواني عمري 6 سنوات. تبارك الله. كنسكن في مدينة طالون بيضاء. أعوذ بالله. يلا ودي ودي بتلاوة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى. والتين والزيتون. يحيى كتسمعني؟ هذا أصغر متسابق معنا عنده 6 سنوات. أعوذ بالله فئة البراعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتسمعني؟ كيسمعك كيجود ماشي أنت يحيى الخوابي المتسابق. واو راني كنسمعك انت جوج. انت سرق لك سميتك. يلا يحيى، يلا بدا على بركة الله. هذا يحيى الخوابي عنده 6 سنوات من الدار البيضاء. يلا بدا تلاوة القرآن على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطوم سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم عدنا وأسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. بارك الله على ولدي، تبارك الله، تبارك الله على ولدي. كوثر اختي ما عندوش الاختر هذا ما عندوش سؤال الاختر دري عاد صغير. مرحبا بك يحيى وشكرا شكرا لك، مرحبا بك معنا في المسابقه. السلام. يلا شكرا. دوز المتسابق اللي موراه يحيى. ها هو المتسابق كتسنى. السلام عليكم. تفضل ولدي. السلام عليكم، اسمي يوسف الحرس من الدار البيضاء. يوسف يوسف الحرش 16 سنة من مدينة الدار البيضاء. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. يوسف كتسمعنا؟ اه كنسمعكم. مرحبا بك معنا، ها هو يوسف طلع. مرحبا، تفضل على بركة الله، عرفنا بالاسم والسن والمدينة وبدأت تلاوة القرآن على بركة الله. مرحبا بك. الله يبارك فيك. اسمي يوسف الحرش من الدار البيضاء، عمري 15 سنة. مرحبا، تفضل على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. صدق العظيم. صدق الله العظيم. بوركت يا أخي. السؤال موجه لي، ما هي القلقلة وما هي حروفها؟ النسقلة هي قطب مجموعة في كلمة هي
خطب جد. أخت كوثر سمعتي الجواب؟ أخت كوثر سمعتي الجواب ديال السيد؟ لا خطر انت هي الأخيرة اللي بقيتي في المسابقة، لاحظ لك كتسمعينا، دخلي عافاك باش باش نعطوك الفرصه ديالك، لاحظت لا فاتك هذه الفرصه، يعني ما يمكنناش تدخلي لك سميتو للاذاعه، على خاطر غادي يديروا لجنه التحكيم وغادي يقولوا شكون هما الفائزين. اخت كوثر عندك شي كلمه؟ شكرا خويا يحيى كنسمعك. انا صيفطت الكود لسي هشام باش يدخل معنا، والسي حسن من المانيا، وان شاء الله كاين مبادره تقولي كنظن اخويا يحيى نكتفيو بهذا القرار هذا، لانه ما بقاش المتسابقين نحبسوا في هذا القدر هذا. شو كنت في غداد توفيت امي الله يرحمها، بركه في راسي نجاة بن شقرون الله يرحمها ويغفر لها ويوسع عليها جنة الفردوس ان شاء الله. اختي ما في خباريش باللي الوليده ديالك ما طلعتش. بلاتي اخويا يحيى انا كنتواصل معها دابا، الله يجازيك بخير، غنحاولوا. ما قدرتش تواصل في فلاشين، ما قدرتش باش تطلع معك فلاشين، غنحاولوا ندوزوها في الواتساب، لان ما يمكنش نظلموا شي واحد، حنا كاملين عارفين بان كاين المشكل ديال الله يجازيك بخير. تصبر عليا خويا يحيى، باقي واحد شخص اخر ولا تشوف. حنا بغينا ما نخليو حتى شي واحد مورانا، كلهم ندخلوهم ان شاء الله. ان شاء الله نقطع غير الصوت باش نتواصل معاهم، باش ما يكونش ازعاج في القناه. الله يجازيك بخير. ما كان مشكل، غادي نوري لكم القنوات اللي راها هاد اللايف راه مرمي، يعني راه بارطاجي، راه في هاد القناه ديال ماروك نيوز، كاينه جوج ديال القنوات هادي، وكاينه ماروك نيوز الاخرى راها في اليوتيوب، وكاينه ديال ديرنيير نوفيل دي ماروكان دي موند لايف، وفيها ان جروب هادي، وكاينه في ماروك اللايف عاوده، حتى ماروك اللايف راه فيها يعني راه البارطاج بزاف اللي راه يوصل لعباد الله. بلاتي نشوفوا لنا موعد في مسابقه الاذان ان شاء الله، ولا ان شاء الله الاذان، لابد من الاذان باش نديروا الاذان ان شاء الله، باش نشوفوا والله العظيم هذا الشيء ديال الاذان انا لاحظته في الامريكان. سي هشام اخويا عافاكم الله بما تفعلون والسلام عليكم. انا صفتك اخويا الكود ولكن ما بغيتش تطلع، ما كان مشكل. نشوف الاخت نجاة بن شقرون، بادر مشجع بخصوص مجلس ديني مع الاطفال. شكرا للاخت كوثر والله يحيى على هذه الالتقاءات. اختي كتعرفيني كندير هذه المسائل، نعاون عباد الله باش يعني باش يتواصلوا، وراني على الإشارة ديال أي واحد. نشوفوا شنو كاين من بعد، واش الأنسة لبنى تدخل معنا ولا ما الريزو، واش عندها المشكل ديال الريزو. هانتوما باش تأكدوا كنتصل بك أختي لبنى من مدينة تطوان، ها هو ما كتجاوبينيش، الله يجازيك بخير. إلا كنتي كتسمعيني دابا ولا كنتي في اللايف، دخلي راه كنتصل عليك في الواتساب باش ندوزك في الواتساب، راه ما كتجاوبيش. هادشي اللي كاين باش ما نظلمو حتى شي واحد، باش ما يقولوش شي واحد انا ما بغيتوش دوزوني. حنا ما عندناش تفريق وما كنعرفو حتى شي واحد، حنا درناها لله في لله، يعني ما عندناش تمييز ولا تفريق بيناتكم. ها العدد المتسابقين كله مسجل عندي هنا، يعني انا كل واحد كنعيط ليه ما كيجاوبش، غنكتفيو بهذا القدر اخويا يحيى.
صافية كيبا نقول شكرا لعباد الله وإن شاء الله فوق عندنا الحصة باش نعلنوا بها الفائزين. نحن الأخت الكوتر ديال الفائزين باش الإعلان ديال الفائزين. لا باقي جمعة أخرى أخويا يحيى اليوم راه كما قلت لكم باقي جمعة أخرى إن شاء الله الجمعة المقبلة غادي تكون خاصة مع لجنة التحكيم بإذن الله غيعلنوا على الفائز وغادي غادي تجاوب كامل على هاد الأسئلة اللي دازوا ديال المتسابقين كاملين وغادي تعطى التنقيط لكل متسابق داز معانا باش ما يكونش هناك إشكال ولا يقول لك واحد لا أنا ما درتش ولا ما درتش يعني غطلع معانا لجنة التحكيم وغادي يعطوا الأخطاء ديال المتسابقين غادي يعطوا الأجوبة على الأسئلة اللي طرحت في المسابقة وغادي يعطوا التنقيط على الصوت وعلى السؤال وعلى الأخطاء في التجويد في قراءة القرآن الكريم. لذلك إن شاء الله غادي تبقى الجمعة المقبلة هي اللي غيتعلن عليها الفائزين بإذن الله وغادي يتعلن كل كل واحد المبلغ اللي وصل لي اللي غادي يوصل له إن شاء الله. وكما قلت لكم وكما قال الأخ يحيى كل ما تزادوا المبلغ ديال الربح كل ما كان عدد الفائزين أكثر يعني إلا تزادوا لنا المبالغ إن شاء الله غادي نزيدوا العدد ديال ما يبقاوش ثلاثة غيوليو أكثر من ثلاثة ديال الرابحين. وحنا هذيك كما قلت لكم دايرينها فقط باش نشجعوا الناشئة على قراءة القرآن وعلى حفظ القرآن. هذا الشيء هذا هو الهدف ديالنا. القرآن كما كنقول لكم ما كيتباع ما كيتشرى هذا فقط غير باش نفرحوا الوليدات إن شاء الله نهار العيد ونتمنى من الله يوفقنا ويتقبل منا هذا الأجر وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله. وشكرا لك أخويا يحيى نكتفي بهذا القدر هذا إن شاء الله موعدنا الجمعة المقبلة في آخر حلقة وغادي تكون الحلقة كما قلت أنت غنطلقوا فيها البريو على الفائز إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لي لخطك أخويا يحيى للمتفرجين شكرا صيام مقبول ان شاء الله يدخل عليهم الصحه منا وليكم جميع المسلمين ان شاء الله ويخدع على جميع الامه البشريه. اسدي شكرا ان شاء الله ربي يخليك وصحه سحوركم على خير. شكرا لكم شكرا لاختي تبارك الله عليكم. السلام عليكم. شكرا هب فدا